عمرك سمعت عن المباراة اللي خسر فيها برشلونة بنتيجة 12-1 واللي سجل فيها هذا اللاعب 7 أهداف ودخل التاريخ؟ خلينا احكيلك. في ثلاثينات القرن الماضي كان النادي الباسكي أتلتيك بلباو وأقوى فريق على مستوى الدوري الإسباني، وفي المقابل كان نادي برشلونة يمر بفترة سيئة جدا. في عام 1931 يتواجه الفريقان في خضم الدوري الإسباني، وبعد انطلاق المباراة في 3 دقائق فقط يبدأ النادي الباسكي بالسيرك التهديفي أمام الكتالان، يسجل الأسطورة أوغستين باتا 7 أهداف لوحده في ذلك اللقاء، وتناوب زملائه على تسجيل 5 أهداف أخرى، وللأسف لم يستطع برشلونة سوى تسجيل هدفين في ذلك اللقاء. لتنتهي تلك المباراة بفوز نادي أتلتيك بلباو بنتيجة 12-1 كأكبر نتيجة في تاريخ لقاءات الفريقين، ويدخل أوغستين باتا التاريخ من أوسع أبواب، حيث أصبح أول وآخر لاعب يسجل 7 أهداف في مباراة واحدة في مرمى نادي برشلونة، وحتى يومنا هذا تعتبر هذه واحدة من أكبر النتائج في تاريخ الدوري الإسباني بشكل عام. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك عشان يصلكم كل جديد.